بابايا كان مظلوم لانه محدش سامعه، هو الراجل ما كانش هيعمل كده خالص. ولما حس ان في كهرباء ما حبش يواجه، هو شخصيه ما ابويا كان راجل فرفوش يعني، ما كانش ليه في الدراما كتير، مش من فما كانش الدراما. عايز يخش في صدامات، فبعت طبعا وقال لك مطمن البنتين موجودين عند جدهم وامهم وانا واثق تمام انهم يبقوا كويسين. طيب، الطرف المهم في المعادلة، علشان الطرف الأهم في المعادلة يعيش سوي، هما الأب أو الأم اللي هما كان بيقرروا لازم ينفصلوا. يتقابلوا. إيه اللي المفروض الأم تعمله في الموقف ده علشان ما يحصلش المشاكل المشاكل اللي والجرح عديت بيها أمنية. بسبب غياب الأب؟ طيب هتسيبوني أقول من هنسيب. الأول. أوكي. يعني كيف تتكون الذات الإنسانية؟ يعني الذات الإنسانية تتكون من إنه هناك ذات أخرى تقول لها أنتِ مقدرة، مقدر وجودك في حياتي. أوكي. يعني إحنا بنتولد ما بنعرفش إن إحنا ذات أصلاً. بنعرف منين؟ بنعرف من أمهاتنا اللي بيرسلوا لنا دائما ان قد ايه هم سعداء. يعني عايزه اكلك اكلك، عايزه هشيكك هشيكك، عايز اعملك مش عارفه ايه. انا انت ايه الاداء اللي اديته علشان تبقى مقدر؟ ولا حاجه الا انك جيت حياتي بس، فوجودك نفسه مقدر معلق. تمام. لما البوند دي مع الام، لان هي اللي بتدي ده في الاول، خلاص يطلع لها بقى حد تاني اتعرف عليه، ذات اخرى المفروض انها بفهم منه ان هو مقدرني منين، انه مقدر امي. يعني الحياه قدرتني، مين الحياه؟ امي. مين تاني هيقدرني؟ ابويا. بناء على ايه؟ من انهي أمي. بريدج؟ من انه مقدر الأمي. امي، فيبقى مقدرني. كويس. فلما يبقى العلاقه هنا انه دول دي مش موجوده، يفضل الذات دي تبحث عن هو ليه مش مقدرني، بغض لان انا امي بقين حاجه واحده. هو ليه مش مقدرني؟ هو ليه تنازل عني؟ هو ليه تركني؟ هو انا كنت اقل من اني اكون مقدر في حياته؟ وليه؟ طب ابقى ايه علشان يرضى؟ يعني يقدرني مثلا ابقى اشطر واحد في الدنيا، ماشي، وده انا عملته فعلا. يعني مثلا اتعلم ما اعرفش مزيكا. الولاد الصغيرين يعني ما بيجوا كده ويرسموا بيقولوا كده، بيقولوا عشان بابا يحبني، عشان ماما تحبني. ده حقيقي بالظبط. فطيب، ولما بيبقى فيه الفقد ده، لو كان الفقد سماوي يعني مات، بتبقى الحكايه اسهل بكتير. ربنا لانه عايز كده. ربنا عايز كده، وهو اكيد مقدرني، فهو غاب عني رغما عنه. خلاص، اتاخد مني، اتاخد مني، وزمانه بيبص لي من فوق ومش عارف ايه، وبيحبني وانا هعمل كل الحاجات عشانه. بالظبط كده.